السلام عليكم، مرحبا بكم عند أتوا بنية. كما وعدناكم البارح جبنا لكم اللوينة تاع الكخاب سقلي اللي معروف، جبنا لكم فيه لوينة جداد، وكما قلنا لكم راه غادي يكون فيه واحد العرض اللي خيالي وواحد الثمن اللي جد مناسب. خليك معايا باش تشوفي الفيديو، باش تسمعي الثمن، وباش نوريك حتى اللوينات. نبداو بهذا الخضير، هذا فيغوايير خضر ملكي. الناس اللي كيعشقوا اللوينات الخضر ملكي، اللوينات الراقيين، بغيتي ديري قفتين، بغيتي ديري جليليبه، بيجيك راقي في اللبسه. هذا مخدوم بالطوغي ومخدوم على كخاب ديال كوريا. كما كنقول لك ديما الميتراج الحمد لله راه متوفر، راه العبار اللي بغيتي راه كاين عندنا، واللوينات راه موجودين، وحتى الكخاب راه لا كاليتي مزيانه اللي كنجيبو لك، راه ما كنجيبوش لك داك الكخاب العادي، هذا الشيء راه ما كيتشنتف، ما تخافي منه حتى شي حاجه. الكخاب الحمد لله حنا راه معروفين بالكخاب المزيان. ندوزو للوينات اخرين، تبارك الله راه كاينه واحد التشكيله كبيره اللوان غنوريها لكم، وحاولت ما امكن انني نجيب لكم اللوان لي طوندونس، اللوينات اللي غادي يعجبوك. معايا اللوينات اللي كاينين دابا، هذا غوز فوشيا تيجي زوون في اللبسه ديالو. بالنسبه للثمن راه الا ما بغيتيش تخيطي جليبه ولا قفطان ديالك، غير صبري معايا وغادي تسمعي واحد الثمن اللي غادي يشجعك مع اتوا بنيه، غادي تشجعي. بالنسبه اللي ما دارتش قفطين ولا جليبه في العيد، هذا هو الفرصه باش انك ديري شي حاجه اللي زوونه ولي طوندونس وبثمن اللي جد مناسب. واللوينات تبارك الله كما كنقول لك ديما كنختار لكم تشكيله رائعه في اللوان، كتقولوا لي ديما سمي لنا اللوان باش نعرفوا اللوينات. بالنسبه لهذا راه غري شي كيدير، هذا غري بارد ومخدوم بالطوغي، مخدوم بهذا الصم. هذا الصم حاجه مزيانه كما كنقول لك ديما، تويب راه مزيان، ما كيبين ما والو، تخدميه دو بياس. كاين اللي كيخدموا دابا مع جوهرة، كاين اللي كيخدموا مع موسلين، داكشي كيبقى لو شوا ديالك. كاين ثاني هذا الغوز بودغ، شوف معايا هذا اللون، هذا كنحاول ما امكن نسمي لكم اللوان ونقرب لكم باش حتى يعني تكون على فكره. هذا الغوز بودغ كنحاول كما قلت لك ما امكن نسمي لك اللوان باش حتى تشوفي وتاخذي فكره مزيان. اللوينات تبارك الله راه لونين سيكلون، هذا الشيء راه شاكو راسو. انت شوفي معايا مزيان في الفيديو، عجبك شي لوين راه ما عليك الا تصيفط لنا في واتساب وراه غادي نجاوبك باقرب وقت. راه كما كنقول لكم ديما راه كنديروا التوصيل لاي بلاصه فين ما كنتي راه يوصلك التوب ديالك. كاين ثاني هذا الموف، هذا راه من اللوينات الجداد اللي كاينين دابا. هذا اللون هذا راه ما كانش يلاه دخلنا فيه الالوان وفيه العبارات كما كنقول لك ديما، راه يعني كما كانت السيد راه غادي يكفيها. هذا موف، واحد الموف بارد مفتوح ومخدوم بلارجونتي، يعني في الخياطه كتلعبي على اللون في اللون، تلعبي على لارجونتي، داكشي كيبقى له شوا ديالك. ندوزو للوين الاخر، كاين هذا الفيغ، هذا فيغ رويال مفتوح، اللوينات دابا لي طوندونس. هذا فيغ رويال مفتوح، وريتكم قبل واحد الفيغ رويال فونسي، ها هو غادي نجيبو باش تقارنو باش تشوفي الفرق شي كيدير. هذا اللون اللي وريتكم قبيله، هذا اللون اللي وريتكم دابا، باش تعرفي تنتي الفرق وتاخذي فكره وتشوفي تنتي اللون اللي غادي يناسبك. هذا مفتوح وهذا مغلق، راه بجوجهم خضر ملكي. هذا الشيء راه كيجي زوون في اللبسه ديالو تبارك الله، شوف الخدمه كيديره. كخاب سقلي راه يعني غني عن التعريف عند اتوا بنيه. كما قلت لك اللوين هذا مغلق، هذا فيغ مغلق، فيغ رويال، هذا اللوين مفتوح. انت غادي تشوفي اللوينات اللي عجبوك، يعني وشوفي اللوينات اللي ارتحيتي لهم. وكما قلت لك شي الثمن راه غادي يكون واحد الثمن اللي مناسب جدا. والله الا هاد الاثمنه اللي كنديرو كاين اثمنه مناسبه باش حنا نشجعوك، وحتى نتوما باش تشجعونا. يعني الا شفتوا الفيديو ديالنا ما تنساوش تشتركوا معنا في القناه، ديروا لنا لايك، ضغطوا على زر الاعجاب، وديروا لنا شي تعليق زوين باش حنا نتحفزوا باش ديما نجيبوا لكم الجديد وديما نديروا لكم اثمنه مناسبه. يعني راه كنحاولوا ما امكن كما كنقول لك اننا نشجعوكم، حتى الثمن كنحاول يكون ما امكن في قدر المستطاع ديالك انت باش يعني الثمن اللي يناسبك. بغيت غير نقول بالنسبه للناس اللي ديجا خداو عندنا، خليونا شي تعليق زوين يعني باش حتى نتوما تحفزوا الناس الاخرين اللي يلاه غادي يتعاملوا معنا واللي يلاه غادي يعني ياخذوا عندنا، باش حتى هما يشوفوا ويعرفوا بانه الحمد لله راه كاينه الثقه وكاينه الجوده عندنا. دابا ندوزو للوينات كما كنقول لك ديما، راه كنحاول ما امكن نوريك اللوينات. كاين هذا بلو سيل، هذا اللوين هذا خطير، اللوين مفتوح، اللوينات ديال الصيف زوينين، يعني اللوينات اللي غادي يشجعوك ديري قفتين ولا جليبه ديالك، وهو حطيتو لكم بالعاني فوق هذا باش انت تعرفي الفرق. هذا حتى هو بلو سيل، غير هذا اللوين ديالو بارد شي كيدير، لونه مفتوح. هذا انت شوفي معايا الفرق، هذا بلو سيل، هذا فونسي شويه، هذا اللوين مفتوح، راه كاع لي داك غادي كاينين. هذا مخدوم بالطوغي، فيه خطيط دايز بالطوغي، هو راه باين، يعني اللوينات اللي راقيين. كنحاولوا ما امكن ندوزو بعجاله على اللوان باش حتى يعني تاخذي فكره وتشوفي معايا مزيان. كاين ثاني هذا اللوين، هذا بلو جين، شوفي معايا هذا بلو جين كيدير الخدمه ديالو. هذا مخدوم بلارجونتي، هذا اللوين هذا راه هو اللي كاين طوندونس دابا، اللوينات اللي كياخذهم عندنا الناس. انا قلت لك ما امكن كنحاول نبين لك اللوان اللي كيتمشاو دابا، يعني اللون اللي الا درتي فيه جليبه ولا قفطه ما تندميش عليه. شوف معايا كاين ثاني هذا اللوين، هذا ترابي، ترابي بارد، شوف اللوين كيدير. هذو اللوان اللي كاينين دابا تبارك الله، شوف اللوين كيدير الترابي هذا تبارك الله، راه عليه واحد الاقبال كبير، وكاع الاذواق يعني كتشكر هذا اللوين هذا، وتخدميه كيما خدمتي هذا، تخدميه بالطوغي لارجونتي، لون في اللون ما عندكش مشكل، يعني ما تندميش عليه.
هذا من اللوان الزوونين. وكما كنقول لكم ديما يعني باش ما خدمتي يجي مزيان والوين راقي، الوين كيجي طايح في اللبسه ديالو زوون. كاين ثاني النواغ، شوف معايا النواغ سيد الالوان تبارك الله، الوين كيدير الوين راقي زوون. وكما كنقول لكم يعني ما تنساوش تشتركوا معنا في القناه، راه كاين ديما الجديد. دخلوا شوفوا الفيديوهات ديالنا، راه ديما كنديروا تخفيضات يعني في جلاله بقفاطان تكاش الحمد لله، راه اتوا بنيه راه معروفين بالجديد، واي شكل خصك مرحبا بك عندنا، ما عليك تواصلي معنا راه ديما كاين الجديد. كاين ثاني البلوغوا، شوف معايا هذا الزرق ملكي تبارك الله، اللوينات اللي كاينين دابا الالوان اللي يعني الالوان اللي كيجيو راقين، هذا اللون ما كيتملوش، الزرق ملكي راه اللوين ديما كيتلبس كيجي طايح في اللبسه بحال هكا. كنحاول ما امكن نريك الثوب مزيان وتاخذي حتى انت فكره على اللوين. هذا البلوغوا هذا دخل باللون ديالو في السق اللي فيه واحد لابغيونس في شكل، عطي واحد اللون زوون شي حاجه اللي رفيعه، وراه اللون متوفرين عندنا. وانت باش تشوفي الفرق، هانت بحال دابا هذا بلوغوا، كاين هذا بلو جين هذا راه قريب ليه واحد شويه باش تعرفي تنتي الفرق بيناتهم. شفتي كي تيجي بحال هكا، هذا البلوغوا الزرق ملكي داخل فيه تقريبا اللون ديالو، اما هذا البلو جين هذا راه داخل فيه الدوغي، داخل فيه لارجون تاع عفوا، يعني كيجي شي حاجه اللي زوينه في اللبسه ديالو. الالوان موجودين، العبارات راه موجودين. بالنسبه للثمن، الثمن طولت عليكم وريتكم الالوان ونسيت ما نقول اهم حاجه اللي هي الثمن، غادي يبقى لك 180 درهم، ايه كي كتسمعي 3600 ريال. هذا الثمن غادي تلقاه فقط عند اثواب النيه، الثمن اللي غادي يخليك انك ما تردديش تمشي لشي بلاصه، ولا غادي تجي ديريكت عندنا المحل ما تردديش باش تديري جليليبه او لا قفطان، يعني ثمن جد مناسب. عجبك شي حاجه تواصلي معنا، تقدري ديري لا كوموند ديالك غير في التعليق، حنا غادي نتواصلوا معاك، يعني راه اي حاجه بغيتيها مرحبا بك، راه كنجاوبك في اقرب وقت. بغيت نوضح واحد المساله بالنسبه لاثواب النيه، راه محل واحد اللي كاين، راه ما عندنا حتى شي فرع اخر، محل واحد اللي كاين. بالنسبه للناس اللي كيسولونا على لوكاليزاسيون، المحل ديال اثواب النيه راه باينه ما عندكش فين تلفي اختي، انت كتجي هنايا ديريكت هذا شارع الاحباس، كتجي هنايا كاينه ديكاتلون، كتجي مع نيشان طوال وحده حتى للدوره تاع الليسي الزرق، انا كيبان لك المحل ديالنا هو راه باين اثواب النيه. بالنسبه للناس اللي جايين من جهه الدوار الزكي، من جهه ازلي، من جهه المحاميه، كتلقاي تما رومبات لحباس، غادي تجي كاينه تما كوسموس، تما جايه نيشان معاها، هي الدوره، هاد الدوره هادي كديك الثانويه الزرقتوني، تتفوتيها بواحد شويه، هو المحل ديالنا راه